زمان كان في مقولة في السياسة الأمريكية أنه في، أنا عارف أنا بتكلم على الأمين العام لجامعة الدول العربية، بس كان في مقولة تقول إيه على سبيل اللي حضرتك بتقول أنه هم طول الوقت عمال يجرب. كان في مقولة أو ثابت في السياسة الخارجية الأمريكية يقول لك ما تختبرش القاهرة والرياض، ما تلعبش مع مصر ومع السعودية، ما تجربش في مصر والسعودية. هل دي ما زالت مقولة قائمة ولا لا؟ بالتأكيد بالتأكيد، وهو حريص جدا، هو حريص جدا، لأنه الطرفين دول لو اتلموا على بعض بشكل أكثر قوة وقالوا نو بيبقى نو، قالوا نو بيبقى نو، ويمكن حتى طرف واحد فيهم لو قال نو بيبقى نو، فما ما يجربش فكرة التجربة والخطأ، يعني يبقى حريص. يبقى حريص، يبقى حريص، يعني مملكة مهمة جدا، شوف الحجم قد ايه وشوف الطاقة قد ايه بتطل على البحر الأحمر اللي هو مفهوم ممر حيوي استراتيجي ليه، وبتطل على الخليج اللي هي منطقة نفط ومنطقة استراتيجية كبيرة. وبعدين مصر معبر رهيب وقوة بشرية هائلة وإمكانيات علمية وثقافية وتأثير في الإقليم، فيبقى حريص مع الاثنين دول. سؤالي الأخير، أول ما طرأ على عقل السيد أحمد أبو الغيط شخصيا، أول خاطر شخصي بعد بداية الفترة الثانية في المكان اللي احنا فيه ده، الناس كانت بتسلم عليك وتقولك مبروك ربنا يوفقك، أول حاجة في دماغك ايه؟ أصمد حتى أنتهي منها، لأنه ما تنساش أن أنا متقدم في السن. ربنا يدي حركة صحيح، معلش بس الحقائق تتشود، يعني أنا متقدم في السن وحامل مسؤولية تقيلة، وبالتالي هل تنهي هذه الفترة الثانية صحيح ومعافى؟ إن شاء الله. هل يعطيك الزمن والقدر فرصة تلبس مايو وتقعد في البحر؟ هذه برضو التمتع بالحياة شيء مهم.